بتاعنا اللي هو موضوع التعلم الذاتي، ونلاحظ أن هناك مهارات تكتسب باستخدام التعلم الذاتي. فالتعلم الذاتي يحقق المهارات التالية، وهي 10 مهارات. حتى من يجينا سؤال يعني يقول لنا ما هي المهارات اللي تكتسب، أنا ما أطلب منك مثلا تتكلم بالتسلسل أو تتكلم 10، يعني أنا يعني بالنسبة لي اعطيني 5 6 مهارات أعتبر كافي بالنسبة لك. فتقول لي شنو هاي المهارات؟ أقول لك أول شيء القدرة على تحقيق التواصل مع الغير، القدرة على اتخاذ القرار، التعلم الذاتي حقق لي النجاح، التعلم الذاتي حقق لي الإبداع، خليني شخص مبدع، بعد مهارة القدرة على التعايش مع الآخرين، التكيف مع الظروف المتغيرة، اللياقة عند التعامل مع الآخرين، يعزز دور الفرد في المحيط الذي يعيش فيه، ينمي شعور الفرد بقيمته الذاتية، ويصبح قدوة للآخرين. الموضوع الآخر اللي يرتبط بموضوع التعلم الذاتي، وهو من الموضوعات المهمة، ما هي أنماط التعلم الذاتي؟ للتعلم الذاتي أنماط، وهذه الأنماط سبق الحديث عنها في الدروس الماضية. أول نمط تعلمناه هو التعليم المبرمج، وثاني نمط هو التعليم بالمراسلة، وثالث نمط هو الحقيبة التعليمية، ورابع نمط هو برامج التعليم المشخص للفرد، وهي مواد صممت لتتناسب مع كل متعلم على حده، وتحديد مستوياتهم من خلال اختبارات قبلية، وبعد الانتهاء تقدم اختبارات محكية المرجع، يتحدد في ضوئها ما إذا كان يسمح للطالب بالانتقال إلى وحدة تعليمية أخرى. عند نمط خامس هو خطة كلاب. ظهرت هذه الخطة على يد عالم النفس كلاب، إذ كان المقالة التي نشرها عام 68 بعنوان وداعا أيها المعلم، وكان لهذه المقالة أثرا كبيرا في تنشيط البحث التربوي باتجاه ابتكار أنماط جديدة في تعزيز التعلم الذاتي. وتلخص معالم هذه الخطة إن شاء الله راح نتناولها في الموضوع الثالث.